أوضحت السنة أن ما بقي من الدنيا ليس بصفاء ولا بنقاء. الدنيا كلها ليست صفاء، لكن في آخر الدنيا أعظم. ولذلك إذا لم يكن للإنسان مطية، وهي مطية الصبر، فإنه سيهلك لا محالة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا، فأعدوا للبلاء صبرا. والصبر مكمنه يؤخذ من أي؟ من شرع الله. إذا من تمسك بشرع الله عز وجل فإنه ناج لا محالة بإذن الله تعالى.